يعطيك العافية، وين كنتي؟ عفوا عرفتيني؟ أنا سيزار ابنك الصغير. سيزار؟ انتبه على حالك، أنت عم تحكي مع أمك. ما لأنه أمي عم بحكي هذا الحكي. إيش مين عندي أهم مني؟ تحكي هيك مع مرتك، أما أمك شي تاني. شو شي تاني؟ ما عم بفهم. أمي شو شي تاني؟ هيك موضوع ما رح نفتحه مع بعض لحتى تكبر وتفهم وتعقل كمان. أمي بدك تفهمي إنه أنا ما عدت صغير وهلا بدي أفهم كل شي. سيزار شو بك؟ لك ابني شيل إيدك، شو صاير لك؟ لك عمي البني آدم مانو هيك، الدنيا مانا هيك. شو بك؟ انتبه على حالك، اوعك بحياتك تتصرف هيك، عم تفهم؟ شو جابك اليوم؟ ما عندك عيادة؟ بلا، بس عندي خبرية كتير حلوة. قلت لك يا فيس تو فيس. شو؟ هلا ليك، أنت لمجرد إنك جيتي فصارت أي خبرية حلوة. بابا كسر كل التوقعات. عم تمزحي. شو في شغلة بتخصنا؟ لك طبعا بتخصنا، وإلا ما كنت إجيت لهون. إيه. بابا وافق إنه يستقبل مارك عنا بالبيت. إيه. لك شو إيه؟ ما قست على موضوعنا؟ أنا موضوع؟ عفواً، ليش نحن في شي بيناتنا؟ عفواً؟ شرفت بمعرفتك، فرصة سعيدة ميرا. تعالي عم نمزح معك. ريلي هاتي لشوف بشري. لك حبيبي أنت مستقل بهيك تصرف؟ إنه بابا يستقبل واحد أمريكاني عنا بالبيت ما بنعرف عنه أي شي. هلا ليكي، هي الخبرية كتير حلوة. كي. بس كمان نحن بدنا نستنى لنشوف. لك يا حبيبي، مجرد ما بابا عمل هيك معناتها الزلمة مخه مفتوح، قادر يواجه المجتمع والقرايبين والعادات وكل شيء. يا رب، إن شاء الله، أكيد ما رح أزعل. إن شاء الله هيك يضل هيك لبين ما تستوي الصدمة. يا رب بخيلك. هلأ ضل الدور على أمك، إن شاء الله يطلع مخها مفتوح مثل بابا. لا حبيبتي لا تخافي، معناتها صار وقت إني أعرفك عليها. واو. يلا ما رح طول، بشوفك كفي تمرينك. باي.